معجزة حقيقية تشهدها الصحراء الجزائرية الآن. الوديان النائمة تستيقظ، أقراص دائرية خضراء تتشكل وسط الصحراء. إنها معجزة المدد الرباني للجزائريين، حيث بدأ الرمل الأصفر يتحول إلى أرض خضراء يخرج منها كل ما لذ وطاب من الثمرات. ماذا وراء عودة الحياة للوديان القديمة والظهور المفاجئ لهذه المحيطات الخضراء التي تتخذ هيئة الأقراص الدائرية ويتسع نطاقها عاما تلو آخر في بحر رمال صحراء الجزائر؟ ناسا تكشف أسرار مذهلة، والجزائر تتأهب للاكتفاء الذاتي من الغذاء بحلول 2030. مرحبا بكم وكل التحية لحضرتكم. هنا في قلب هذه الصحراء الكبرى المترامية الأطراف، وتحديدا منطقة وادي الثورة في الجزائر، رصدت سلسلة أقمار الاستشعار عن بعد التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا ظهور مفاجئ لبحيرة كبيرة وسط الصحراء بعد سقوط أمطار غزيرة لم تشهدها الصحراء الجزائرية منذ عقود. صاحب ذلك هطول ما يعرف بالودق، وهو انهمار مطري أشبه بقنبلة مائية شديدة التأثير. إن ظهور مثل هذا الودق وتكراره أكثر من مرة في منطقة بعينها يعني ببساطة أن هذه المنطقة في بداية مراحل تحول مناخي كبير، وقد يستغرق هذا التحول بضعة عقود حتى تكتمل مراحله. وبحسب أبحاث ودراسات علمية حديثة، فإن أدلة جيولوجية وأثرية جديدة تم اكتشافها في مناطق متباينة من الصحراء الجزائرية تشير إلى أن الغطاء النباتي الواسع والأراضي الرطبة الممتدة وحتى البحيرات العذبة كانت تغطي في الزمن القديم مساحات كبيرة من الصحراء الكبرى، وأن حضارات متقدمة كانت هنا ذات يوم، وأن متغيرات حادة شهدها مناخ هذه الصحراء أفضت إلى زوال هذه الحضارات بعد حقبة طويلة من الجفاف وطغيان بحر الرمال العظيم. وبحسب نتائج تقرير علمي لوكالة ناسا، نشرت البي بي سي البريطانية مقتطفات منه في 31 من أكتوبر تشرين الأول 2024، فإن غزارة الهطول المطري الغير مسبوق عاد الحياة بالفعل إلى بحيرة سبخة مالح، وهي بحيرة قديمة ظلت جافة لقرون طويلة. وكانت أبحاث ودراسات جيولوجية وحفريات أثرية أجريت في المنطقة أكدت أن هذه البحيرة كانت عظيمة الشأن وعامرة بالكائنات البرمائية التي استوطنت الأراضي الرطبة واتخذت من الغطاء النباتي الكثيف الذي كان يحيط بالبحيرة مرتعا لغذائها وملاذا آمنا من هجوم الضواري. وكشفت أبحاث ناسا المعتمدة بالأساس على تحليل ما تبثه الأقمار الاصطناعية أن مناطق عديدة في صحراء الجزائر بدأت تعود إلى سيرتها الأولى، مثل منطقتي حاسي مسعود وقاص الطويل بالجنوب الشرقي من ولاية ورقلة، حيث عادت الحياة إلى أوديتها الجافة وتشكلت من جديد البحيرات القديمة. ومن الأفق البعيد تبدو الرمال الصفراء وقد اكتست بثوب أخضر فضفاض،
وتحوم في أجوائها طيور مهاجرة لم تكن تأتي إلى هنا من قبل. إنه مشهد متغير تماما عما كانت عليه المنطقة منذ عقد من الزمان. كما كشف النقاب عن تحولات غير عادية في عديد من المناطق الأخرى بالصحراء الجزائرية، ووصفت التقارير العلمية ما يحدث بأنه استيقاظ للوديان والبحيرات النائمة التي ظلت جافة لقرون، وعلى نحو مفاجئ نشأت حولها عديد من الدوائر الخضراء ذات النباتات والشجيرات الكثيفة التي لم يكن لها وجود من قبل. ويمكن رؤية ذلك رؤية العين في المنطقة المحيطة بالبئر الوردي القريب من تمن راست وبحيرة النشيحة في ولاية بني عباس التي تشكلت مؤخرا بفعل الهطول المطري الغزير. مثل ذلك حدث في كثير من الأودية النائمة في طيارت والبيض والنعامة وتامن غست. لقد فاضت المياه في كثير من وديان هذه الولايات إلى حد دخول المياه البيوت المقامة في طرح الأودية، مما استدعى إعلان حالة الطوارئ في قطاع الحماية المدنية لإنقاذ الممتلكات العامة والخاصة من الانجراف والغرق. ومن غردايه بوابة الصحراء الكبرى صارت ظاهرة الأقراص والدوائر الخضراء تتمدد بشكل متسارع نحو الجنوب، مما ينذر بثورة زراعية هائلة في كل المناطق الصحراوية المتاخمة للواحات. وقد واكب هذا التمدد فيضانات لكثير من الوديان الجافة ونشوء مستنقعات وبحيرات جديدة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة، مما يستدعي بناء مزيد من السدود لحفظ هذا الفيض من المياه. يقول السيد رابح أولاد الهدار الخبير في التقنيات الزراعية وممثل ولايات الجنوب في الغرفة الفلاحية الجزائرية إن المحيطات الزراعية المنتشرة بصحراء الجزائر على هيئة دوائر خضراء تدفع نحو تحقيق المخطط الجزائري لاستصلاح الصحراء وتوسيع الرقعة الزراعية. وفي سبيل توجهها نحو تحقيق معدل الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بحلول العام 2030، تراقب الحكومة الجزائرية عن كثب ما تشهده صحراء الجزائر من متغيرات جيولوجية وتحولات مناخية، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة في استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية وإدخال أحدث تقنيات الري والتكنولوجيات الزراعية المتقدمة. وفي هذا السياق صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده تتجه نحو التوسع في الزراعات الصحراوية، وأنها صارت تمتلك مساحات صالحة للزراعة تقارب 3 ملايين هكتار، وأن مساحة الأراضي المؤهلة للاستصلاح واستقطاب المشاريع الاستثمارية في الجنوب الجزائري تتجاوز 1.5 مليون هكتار. وأشار السيد يوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن القطاع الزراعي في الجزائر تصاعدت إسهاماته بنسبة تتجاوز 18% في الناتج المحلي بقيمة مالية تزيد عن 35 مليار دولار أمريكي. إن ظهور أقراص الدوائر الخضراء واتساع نطاقها في صحراء الجزائر بشارة خير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وفتح آفاق جديدة لمستقبل أفضل في الجزائر العامرة. شاركنا برأيك، نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام.
ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.